يعطيك العافية. إحنا اليوم المحاضرة الثانية من مادة البرمجة بلغة مختارة بايثون. قبل ما أبدأ، في حدا عنده أي سؤال عن اللي أخذناه المرة اللي فاتت؟ الصوت واصلكم تمام؟ بدي حدا يتفاعل معي عشان أتأكد إنه كل شيء تمام. تمام دكتورة. تمام، شكرا لك. طيب هلا بالنسبة لمحاضرة اليوم، بس المحاضرة هاي مش رح آخذ حضور وغياب. ابتداء من يوم الأحد الحضور والغياب رح يكون جدا ضروري. هلا في طلاب تواصلوا معي طلبوا مني إنه لو بالإمكان نخلي مثلا محاضرة الخميس مسجلة، بحيث يعني أعطيكم شوي أنتو زي سبيس إنه الخميس تحضروها إمتى ما بدكم المحاضرة. فأنا بدرس الموضوع، إذا اعتمدت هاي الفكرة فأكيد ببعث لكم إيميل. تمام. طيب خلينا نعمل هيك مراجعة سريعة للي حكيناه المرة اللي فاتت، والمرة اللي فاتت كانت عبارة عن مقدمة للمادة بلشنا فيها، وبلشنا نحكي عن البايثون. هلأ بالنسبة للبايثون اللي حكيناه هي عبارة عن لغة بنبرمج فيها، يعني إحنا بنعطي أوامر، وهاي الأوامر وهذا اللي دايماً بنركز عليه خصوصاً بالامتحان. يعني أنا بدي منكم شغلة وحكيتها المرة اللي فاتت وبرجع بعيدها، إذا بتتابعوا معي أول بأول فأنا كل محاضرة بكون حاكية نوتس، فعلياً كلها بتيجي بالامتحان. يعني خليكم مركزين معي ومتابعين معي، بتوفروا على حالكم وقت وجهد. فمثل ما اتفقنا المرة اللي فاتت إنه عندي لغة البرمجة عبارة عن أوامر، زي لما الواحد بيتعلم إنجليزي أو عربي، في قواعد، في طريقة معينة للكتابة. فإحنا اللي مطلوب منا خصوصاً بالشابتر الأول، وهو أهم شابتر لأنه هو المقدمة، اللي بيفهمه ما بيتغلب بالشابترز اللي بعديها. فحكينا إنه الأوامر بدنا نركز على كيف بينكتب الأمر. طبعاً الكابيتال والسمول بيختلف بالبايثون، يعني لما أكتب له الإكس كابيتال يختلف عن إكس سمول، ما بيعتبرها نفس الشيء، بيعتبر إنه هو بنحكي عنه كيس سنسيتيف، يعني هو حساس من ناحية الكابيتال والسمول. وبلشنا حكينا عن الأمر الأول اللي هو البرنت، بس هيك أفرجيكم اللي حكيناه وبرجع بعيد للي ما حضروا معانا أو ما كانوا معانا المرة اللي فاتت، إنه أنا على الإي ليرنينج نزلت لكم التالي. أول إشي السيلبس، ثاني إشي هدول الرابطين اللي بهموني أنا. أول لينك اللي هي التلخيص، كل تلخيص أنا بعمله هيك على شكل PDF بنزل لكم إياه على الدرايف، وكمان على اليوتيوب في لكم شانل عليها نازل المحاضرات تاعت هذا الفصل، وهون السلايدز تاعت المادة، وهون عبارة عن الويب سايتس اللي حكينا اللي بحب، لأنه في ناس ما بتستوعب إلا إذا طبقت، اللي بحب يطبق يطبق، واللي ما بده يطبق كمان هو حر. يعني أنتوا إذا حسيت إنه خلص فهمنا الشرح وحلينا أسئلة إنف، ما في داعي نعمل إشي تاني. أوكي، فحكينا إنه البرنامج أو شو ما عملت أنا، سواء رحت على الويب سايت زي الريبلت أو رحت على نزلت البرنامج اللي هو اسمه سبايدر واشتغلت عليه أو باي تورش اللي بدكم إياه، بهاي الحالة إيش اللي بدي أنتبه عليه؟ إنه عندي رح يكون تو سكرينز. أول سكرين رح يكون فيها إنه أنا أكتب الكود، وتاني سكرين بيكون فيها الأوتبوت، بيكون فيها الناتج. وبلشنا حكينا في أمر اسمه برنت، شفناه كلياتنا المرة اللي فاتت. هذا الأمر برنت بإيش بيتميز؟ بإنه بيعمل عملية طباعة. يعني أنا لما أجي أحكي له برنت، شو ما بحكي له، ده طبعاً حكينا الأقواس ضروري إنه يكتب لي إياها، داخل الأقواس بكتب له الإشي اللي بدي أطبعه، قلت له برنت رقم بروح بيطبع لي رقم. برنت مثلا رقم فيه كسور عادي بيطبع لي اياه بدون اي مشكله. واتفقنا انه الكسر علشان يميزه عندي انا البايثون ما بحط فاصله، بحط دوت، تمام، بهذا الشكل انه انا بحط دوت. طيب
حكينا كمان اللي بيميز أو بالأحرى تعرفنا على الأنواع اللي بتعامل معها البايثون. حكينا في عنا نوع اللي هو بس بيتعامل مع الأعداد الصحيحة فقط، ما في كسور، هاي بنسمي الانتجر، عائلة الانتجر، عائلة الأعداد الصحيحة. وفي عندي هاي العائلة طبعاً، حتى لو يعني بدي أكتب أي رقم ما بحط دوت، مجرد ما أدخل الدوت على الموضوع هي بتبطل انتجر، هي بتصير فلوت. هلأ الفلوت حكينا كل الأعداد صحيح كسري بس بتميز بوجود الدوت، وشفنا مثال قلنا 7.0. هلأ إحنا 7.0 لو تيجي تسألوني مثلاً أنا من ناحية رياضيات بحكي هي عدد صحيح، بس من ناحية البايثون هو بيعتبرها عدد كسري، بيعتبرها فلوت. ليش؟ لأنه هو قلنا هو باصم، باصم إنه مجرد ما شاف الدوت معناته هو عم بتعامل مع كسور. حكينا عن العائلة اللي بعديها واللي هي أكبر عائلة، يعني لو يجي يقول لي مين هي أكبر عائلة موجودة عندي بالبايثون بحكي له السترينج. شو بتتميز هاي العائلة؟ طبعاً هاي عائلة السترينج رح نشوف عليها شابتر كامل. تتميز إنه أي شيء بيجي على بالي مجرد ما حطيته بين two double quotations أو between two single quotations بهذا الشكل، هدول بنسميهم، هاي بنسميها double quotation وهي بنسميها single quotation، مجرد ما أكتب بداخلهم كلام أو أرقام أو شو ما كتبت، شو ما أعطيت، شو ما حطيت رموز، هو بيعتبرها معاملة السترينج، يعني معاملة النص، هيك احنا بنحكي له. تمام. هلا اجينا حكينا كمان في عنا عائله اسمها البول، هاي البول اللي هي الترو والفولس، وحكينا انه هذا كلياته رح نشرحه بالتفصيل. فبلشنا بالبدايه حكينا لما جربنا اخر مثال حكينا برنت، لما قلنا له برنت يعني اطبع على الشاشه 30، ال 30 عباره عن عدد صحيح كتب لي اياه زي ما هو، قلت له برنت 40.0 يعني اطبع لي 40، بس ال 40 هاي شو اللي بده يشوفها؟ هاي ال 40 بيعتبرها عباره عن عدد كسري. ها مع انه احنا بالنسبه لنا بالرياضيات شو بنشوفها؟ بنشوفها عدد صحيح، بس بالنسبه للبايثون بيشوفها على انها فلوت. طب ليش يا مس عم بتركزي عليهم؟ لان تركات الامتحان بالمد كلها على هذا الكلام. اذا انت او انت من البدايه بتميزوا بين الانواع بصير سهل علينا شو ما كانت صعوبة السؤال بالامتحان نقدر نشتغل عليها. طيب إجا بحكي لي print مرحبا فاصلة كيفك علامة سؤال 1 2 3 وفي space، هاد كلياته لأنه موضوع داخل double quotes، داخل double quotation، هذا string. طيب شو بصير لما أحكي له اطبع string؟ بيقول لي ببساطة أنا بطبع اللي بالداخل، يعني زي لما نقول قال فلان، قال فلان القول تاعه منحطه داخل علامات التنصيص، بس هاي العلامات عشان تفرجيني انه هو كلام، وهون نفس الاشي هاي العلامات بس عشان تفرجيني انه هو string. لما بده يجي يطبع ليها على الشاشة بياخدها copy paste زي ما هي موجودة، بينقلها نقل ولا بيعدل عليها ولا مستعد يعمل اشي، خلاص اطبع لي string واطبع ليها زي ما هو. اطبع لي true، طبعا هاي true غير تختلف عن هاي الترو. حكينا انه هاي الترو من عائلة البوليان وهاي الترو من عائلة السترينج. طب ليش؟ لانه احنا حكينا البوليان اما ترو او فولس طبعا بالكابيتال لتر، بينما عندي انا لما احط الترو او الفولس داخل دبل كوتيشنز فهو بيعتبرها على انها سترينج. اوكي بعد هيك حكينا انتقلنا لإشي اسمه الفاريبل، قلنا المعادلات ببساطة، حكينا بالفاريبل شددنا على شغلة، قلنا الفاريبل بالبايثون، طب احنا عم نحكي على بايثون، ممكن بلغات تانية يختلف هذا الكلام، بحكي لي بالبايثون كل فاريبل، كل متغير، شو يعني متغير؟ يعني بدي أعمل معادلة، زي لما نفوت على الإيليرنينج، ما هو في مكان بكتب فيه الرقم الجامعي ومكان بكتب فيه الباسورد، هذا المكان أنا اليوزر نيم والباسورد تعوني بيختلفوا عن أي طالب موجود وبيختلفوا عن المدرسين التانيين، إذن معناته القيم هاي شو بصير فيها؟ تتغير على حسب اليوزر.
هون عندي لما بدي أتعامل بالبايثون، وراح نشوف عن طريق جملة اسمها input، أنا كل مرة بدي أعمل تغيير، ما بدي أخلي نفس القيمة، بدي كل مرة أعتمد على قيم جديدة، يعني كل يوزر يزودني بمعلوماته، معلومات أحمد غير عن معلومات محمد، غير عن معلومات علا، غير عن كل شخص له معلومات بتختلف عن التاني. كيف منميزها؟ من خلال الفاريبل. فالفاريبل اللي هو متغير، هذا المتغير بنرجع بنحكي بالبايثون في له شرطين، له اسم، ما بصير اجي احكي له فاريبل ما له اسم، لا لازم احكي له شو اسمه، وله قيمه. طبعا اذا عندي انا اتعاملت مع الفاريبل بدون ما اعطيه قيمه، مباشره البايثون بيعطيني عليه ايرور، بقول لي ما بصير، لازم الشرطين يجتمعوا مجتمعين. وحكينا في قواعد لتسمية الفاريبل ورح نرجع نحكي عنها كمان. وصلنا لآخر شغلة اللي هي الفاريبل كيف عرفته بالبايثون. تعريف الفاريبل كالتالي: اسم الفاريبل يساوي قيمة. طبعاً وهي رح نشوفها، نرجع هيك نحكي زي هون، أحكي له مثلاً بدي أسمي الفاريبل تيتو، في مشكلة؟ وليه لأ؟ عادي. ليه؟ لأنه بدأ بحرف، بعد الحرف إلي الحرية، بحب أحط مثلاً رقم بصير، بحب أحط حرف تاني بصير، بحب أحط underscore اللي هي هاي كمان بصير، يعني إلي الحرية المطلقة. علشان أعرف الفاريبل بحط اسم الفاريبل يساوي وبحط قيمة. هلأ ممكن القيمة أعطيها هيك direct، أعطيها مباشرة، أو تكون عبارة عن عملية حسابية، أو تكون مكونة من variables تانيين. إذا كيف بعرف الفاريبل؟ لو جيجي بحكي لي تعريف الفاريبل، كيف بده يستوعب إنه هو هذا الفاريبل موجود ومسموح وكل أموره تمام؟ بقول له بتحط لي اسم الفاريبل يساوي قيمة. هاي القيمة إما مباشرة زي مثلاً 20، 5، طبعاً ممكن أن القيم هاي اللي بتعامل معاها تكون عبارة عن أرقام، أو ممكن تكون string، بصير هاي مثلاً space go، بصير. بس ما بصير أجي أعطيه مثلاً 20. هلأ رح نحكي هلأ عن الأشياء الممنوعة، بس خلينا نحكي عن الأشياء المسموحة. فاسم الفاريبل بيساوي قيمة إما مباشرة أو عن طريق معادلة، يعني مثلا ممكن أحكي له 5+1، ممكن فاريبل تاني، فاريبل طبعا أكيد بنكون عارفينه بالأول مع عملية. هاي الأشياء اللي موجودة عندنا. خلينا نجرب لنا تجربة. T2 تساوي 20، بصير؟ أكيد أنا هيك عرفت الفاريبل. أوكي، يعني إذا بطلب منه يطبع لي T2 بصير؟ بحكي لي أكيد. طيب يعني شو رح يعطيني البرنامج ناتج؟ بقول لي هون البرنامج رح يعطيني اللي هي قيمة الفاريبل. شو يعني قيمة الفاريبل؟ اللي هي 20. يعني هلأ أنا هون فعلياً شو سويت بهاي الجملة؟ أنا هون عملت عملية تعريف للفاريبل. شو اسمه هذا الفاريبل؟ هذا اسمه T2، والعشرين هي القيمة. إذن أنا حققت الشرط المطلوب مني، تمام؟ هلأ إيش اللي بدي أعمله؟ لما أجيت طلبت منه print T2، فهون عندي يطبع قيمة الفاريبل. عشان هيك إحنا منشدد إنه لازم يكون في قيمة للفاريبل، ما بصير أجي أحكي له والله فاريبل وخلاص، لا لازم لما أجي أطلع عليه أقول والله عندي T2 وقيمته 20. هاي هون عندي هذا اسم الفاريبل، وهون عندي القيمة، تمام؟ حدا لحد هاي النقطة عنده أي سؤال؟ تمام؟ هلا اللي عندهم مشكلة بالجست، اوكي، اللي عندهم مشكلة مثلا بيجوا بيدخلوا بيلاقوا حالهم جست،
بدكم تفوتوا من خلال إيميل الجامعة. اليوم ببعت لكم لينك فيه فيديو إنه كيف نفوت بدون ما نطلع قست، عشان من الأحد زي ما حكينا رح يكون الحضور والغياب مهم جدا. طيب خلينا نشوف. تفضل. تفضلي أنجي. يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك. هلا دكتورة، بدي أسأل هل بصير نكتب print الـ T2 وبعدين نعرف الـ variable تحت print؟ لا. ليه؟ تقدري هيك تقولي لي إنه ليه لا مثلا؟ ممكن لأنه إحنا لسه ما أعطينا قيمة بالضبط. هلا المشكلة تاعت كل لغات البرمجة إنه هي ماشية line line، يعني بخلص هو هيك بيمشي بالأول بيشوف هاي الجملة بعدين اللي بعديها، ما بيطلع على البرنامج كله، تمام؟ هي ما بتطلع لي على كل الأوامر دفعة واحدة، هو بيجي أمر أمر، فلازم الترتيب مهم، لأنه هو ما بيمشي بطريقة عشوائية، هو ببلش من فوق لتحت. فإذا عكست، وسؤال كتير مهم، إذا إجيت عكست بهذا الشكل شو رح يصير يعطيني عليه؟ رح يعطيني إرر. شو حكى لي الإرر؟ شو السبب تاع الإرر؟ بقولي T2 is not defined، غير معرف. فدايماً عندي نقطة شو بتحكي؟ إنه هون T2 غير معرف. هون المشكلة اللي صارت عندي إنه التعريف بعد الاستخدام، وهذا غلط. لازم دايماً التعريف يكون قبل ما أعمل use، قبل ما أستخدم، علشان هيك. تمام؟ تمام. أوكي حبيبتي. طيب في بسامة بيسأل إنه الخميس ما في محاضرة. هلأ اللي ما في محاضرة مش للأونلاين. هلأ الأونلاين لأنه إحنا بالأونلاين ناخد ساعة، بالجامعة بناخد ساعة وخمسة عشر دقيقة، فبتفرق. هلأ أنا عارفة أنتوا بتحبوا الخميس إنه تكونوا فري، فاللي رح أصير أعمله بالخميسات اللي جاي إنه رح أسجل لكم المحاضرة بحيث تحضروها إمتى ما بدكم. وإذا بتحسين حالنا عم نمشي كويس بالمادة وسابقين الشعب، ممكن إنه الخميس مش كل خميس نعطي، بس مبدئياً الخميس رح ناخد، لأنه أصلاً إحنا بلشنا متأخرين. أوكي، وبتعرفوا فصل الصيف قصير وفي ناس بلشت قبلينا. أوكي، وشفتوا أنتوا ساعات المكتبة هي أنا أونلاين لأنه ما إلي مواد بالجامعة، كلها أونلاين. وأي حدا بيكون عنده سؤال ما إله علاقة بالمادة، فياريت أنه بعد المحاضرة ممكن أعمل معاه زوم أو يبعت لي إيميل. ولحد هلأ كل زملائكم اللي ببعتوا لي دايركت، ما فيش خمس دقايق بكون أنا رد على الإيميل. أوكي، إذا نرجع للي حكينا. حكينا معناته عشان نعرف الفاريابل شو بنعمل؟ نكتب اسم الفاريابل، عندي اسم الفاريابل، الفاريابل نيم طبعاً على قواعد التسمية مش حكيفي، تساوي قيمة، قيمة أو ممكن تكون زي ما حكينا معادلة أو عمليات تانية أو أي operation تاني رح نحكي عنها. هاي الإشارة، إشارة الـ equal، بسموها assignment، إعطاء قيمة، أو خلينا نسميها إشارة أو رمز إعطاء القيمة. يعني بدون إشارة الـ equal ما بيكون في عملية إنه أعرف الـ variable. هي هاي الطريقة اللي بيتعرف فيها الـ variable، غير هيك إحنا هذا اللي بنعرفه وهذا اللي معنا بالمادة. في أشياء advanced أنتم مش مطلوبة منكم. أوكي، طب أنا لما أعمل جملة الـ assignment أو لما أعطي قيمة للـ variable، هلأ أنتوا شفتوا أنا شو كاتبة؟ إنه الـ variable وين موجود دايماً بيكون اللي بدي أعطيه القيمة؟ على جهة اليسار، تمام؟ معناته منقول إنه الـ variable الذي نريد تعريفه أو إعطاء قيمة، بدي أنا أعطيه قيمة، يجب وضعه على جهة اليسار. يسار إشارة المساواة. طب إذا عكسنا، يعني إذا حطينا القيمة هون والفاريابل هون، إرر. يعني إذا إجا بالامتحان، وهي جبناها كتير مرات، إذا قال لي بالامتحان 10 تساوي X، هاي مباشرة بحكي له إرر. ليه؟
لأنه أنا بعرف جهة اليسار مخصصة بس للفاريبل. أوكي؟ فالفكرة تفضل دكتور، يعني لازم يكون على الترتيب، كيف يعني على الترتيب؟ يعني دائما الفاريبل من جهة اليسار. بالضبط، دائما. هلأ رح نشوف إنه لما نصير نعمل معادلات شوية معقدة أكثر، ممكن يكون عندي فاريبل على اليسار وفاريبل على اليمين، بصير. وهلأ رح نشوف عليها المثال، بس إن جنرال جهة اليسار بس موجودة عشان الفاريبل، والفاليو أو الأوبريشن اللي أنا بعملها بتكون على جهة اليمين. ليه؟ شو بحكي لي؟ بقول لي الفاليو on the right is associated with the variable name on the left. يعني القيمة اللي بتعطيها على اليمين إحنا منسندها أو منعطيها أو منوكلها للفاريبل اللي بيكون موجود عندي على جهة اليسار. هلأ رح نشوف كمان إنه لو كانت الإيكوال رح نتعرف عليها بعدين، إنه رح تكون اسمها كمقارنة، وهل يساوي؟ هاي لقدام، هاي رح نحكي عنها ونشوف كيف بيصير شكلها، مش بهذا الشابتر. طيب خلينا معناته عشان نستوعب اللي حكيناه، بدنا نشوف مثال. دايما أحسن إشي للواحد عشان يستوعب يشوف مثال. هلا لو جيت قلت له x تساوي 2 ضرب 5، طبعا إشارة الضرب عندي اللي هي الستار. طب ليه؟ هلا لو تطلعوا على الكالكوليتر تحت التليفون أو تطلعوا على الكيبورد اللي موجود عندنا، الإشارات العمليات الحسابية بلاقي الضرب ستار، القسمة اللي هي السلاش، جمع والطرح عادي زي اللي بنعرفهم، بس هدول اللي غريبين اللي هي الضرب والقسمة. فطبعاً إذا جيت بالامتحان حطيت لكم هيك، هاي غلط، ما في إشي اسمه ضرب هيك بالبايثون. الضرب هو ستار، غير هيك ما بيستوعبها، ورح نحكي عنها كتير. طيب هيك بصير أنا شغلي صح ولا شغلي غلط؟ مفروض علي شرحنا إنه شغلنا صح. ليش؟ هو بالبداية رح يجي يحكي هذا X هو عبارة عن الفاريابل. هيك إحنا بالامتحان دايماً اللي بيمسك هاي الطريقة ما بيتغلب، بضل متبع شو مكان السؤال طويل. فهذا اسم الفاريابل اسمه X. حلو. طيب وإحنا حكينا لازم لكل فاريابل اسم وقيمة. أوكي، وين القيمة؟ مفروض على جهة على جهة اليمين. أوكي تمام، 2 في 5 بصير 2 في 5 بحسبها بعطيني 10، وبيقول لي معناته قيمة الإكس اللي هي 10، فهي عندي قيمة الفاليو يعني. فصار في عندي variable name و variable value موجودين. حلو تمام، إذن صار معرف، صار أوكي، صار بقدر أستخدمه. print x، هلأ x هون معناته شو حكينا؟ قيمة المتغير x. قدي قيمته؟ 10. طيب إجا على الشاشة طبع لي 10 اللي هي القيمة. طب بس هيك؟ لا، رح نشوف كمان. لو إجيت طبعا زي ما حكينا هو كيف بيمشي بالترتيب، يعني زي ما شفنا قبل شوي إنه لو إجيت حطيت البرنت قبل التعريف رح يعطيني عليها إرر. وركزوا على هاي المعلومة، لأنه دائماً بالامتحانات هاي التريك إلا لما نحطها، يعني مستحيل يجي سؤال بدون ما ندحش هالتريك موجود. طب لو إجيت قلت له y تساوي x زائد 2، يا ترى هيك صح ولا غلط؟ وهنا الإيكوال شو معناها؟ خلينا نمشي واحدة واحدة. أي بلشنا شوي شوي ندخل in deep بموضوع المعادلات بالبايثون. إجينا حكينا أول إشي عندي variable x قيمته 10. حلو، print x مفروض على الشاشة تاعتي يطبع لي 10. تمام، بعدين شو حكالي؟ قال لي y equals x plus 2. بصير يا مس؟ بصير. طب ليش؟ هلأ إحنا إيش حكينا؟ على جهة اليسار لازم يكون variable موجود؟ نعم موجود، هذا اسم الفاريبل. وحكيت لكم على جهة اليمين ممكن تكون عبارة عن قيمة لحالها أو معادلة. بصير أو معادلة بالضبط. هلأ الإكس معرفة؟ تمام. هلأ لو الإكس مش معرفة ساعتها أنا بكون دخلت بمشكلة، فهنا الإكس معرفة.
حلو تمام أموري perfect ما في مشكلة. هلأ لما جيت حكيت له x plus 2 x بحكي لي قيمتها 10 زائد 2 آه تمام يعني الجواب 12. إذن أنا عندي variable تاني اسمه y قيمته 12، مفروض مجرد ما حكيت له print y مفروض يجي هون يطبع لي قيمة y اللي هي 12. خلينا نجربها لنشغل. فعلا طبع لي قيمة الـ x اللي هي 10 وطبع لي قيمة الـ y اللي هي 12، يعني مش error، يعني عادي ما في مشكلة. تمام. طيب لو يجينا عملنا التالي بالامتحان، رحنا هون وهاي شطبناها وشطبنا هاي هيك، هل هذا صح؟ شو رأيكم؟ بصير؟ لا غلط. غلط ليه؟ لأنه قيمة X مش معرفة. بالضبط بالضبط. إذا بهاي الحالة لو بدي أجرب أشغل البرنامج رح يعطيني عليها error، زي ما كلكم قلتوا، قلتوا X not defined، X غير معرفة، لأن هون بدي يجي يقول لي Y تساوي X plus 2، X مش معروفة، ما حدا عارفهم. مباشرة شو بيعطيني عليها؟ بيعطيني عليها error. طيب تمام حلو، نجرب شغلة تانية. لو حطيت الـ X plus 2 جوا quotations شو رأيكوا هيك؟ الـ X plus 2 خيارات، هل هي معادلة ولا هي string كلام؟ بالضبط string كلام. بالضبط رح يعملها نسخ، رح يعملها نسخ. طب بصير؟ بصير. ليش؟ لأنه الفاريبل، ما هو ممكن يكون هذا الفاريبل اللي أنا بتعامل معه ممكن يكون من عائلة integer، ممكن يكون من عائلة float، ممكن يكون من عائلة string، وممكن يكون من عائلة البول، هو حر. فلما اجيت حكيت له y عبارة عن x plus 2، هو بقول لي x plus 2 هاي من عائلة الstring، يعني بالاختصار هاي القيمة. طب بيجي حدا بيسأل ال x هون ما هي مش معرفة؟ لا، ما هي ال x هون بطلت x الفاريبل، هون ال x عبارة عن نص كلام. فمفروض على حسب المنطق اللي اشتغلنا عليه انه لما اجي اطلب منه يطبع او يشتغل نص بطبعه زي ما هو كوبي بيست بدون ما يعمل عليه ولا اي تعديل. تمام. في حدا مش فاهم هاي النقطة؟ على فكرة هاي الاساسيات اللي بيفهمها صح ما بيتغلب، أما إذا من البداية هاي الأشياء مش فاهمينها احكوا لي برجع بعيد مش مشكلة، بس ضروري هاي الأساسيات ترسخ مظبوط، لأنه بعد هيك زي ما حكيت لكم التريكس كلها بتعتمد على هالكلمتين الصغار اللي بالبداية. طيب فهي بالنسبة لإشارة الأسايمنت، وحكينا عن البرنت. قلنا البرنت بكل بساطة شو بتطبع الأوتبوت؟ بتطبع لي على الشاشة. أوكي، ممكن البرنت يجي على بالها إنها تكتب نص، يعني السترينج طبعاً بكتب لي إياه as is، بكتب لي إياه زي ما هو، وإذا كان بتعامل مع variable فشو بيعمل؟ بطبع لي قيمة الفاريبل. أوكي، وزي ما لاحظنا إنه إحنا كل ما نحكي له print هو بينزل سطر. هاي مهمة. شو يعني؟ يعني حكيت له print، طبعا انتبهوا بالامتحان إذا print حسيتوا السبيلينج غلط، شو يعني السبيلينج غلط؟ يعني هيك كتبناها بالامتحان، هاي error غلط. ليش؟ لأنه print هي print كلها small letter، يعني السبيلينج مهم. أوكي، إجينا حكينا له print مثلا هاي، وبعديها رجعنا كتبنا print جديدة،
هنا مثلا 5 بعدين print 3.2 على حسب القاعدة شو بحكي لي؟ بحكي لي كل print زي هيك كل print تاخد سطر على الأوتبوت فهي هي إنه عندي أنا كل print تأخذ سطر خاص على شاشة الأوتبوت. آه تمام، يعني لما إجيت حكيت له هاي طبع لي هاي على سطر، البرنت اللي بعديها 5 على سطر، ال 3.2 بعديها على سطر، أوكي تمام. طيب لو بدي مثلا أطبع شغلتين على نفس السطر، ما بدي كل برنت تروح على سطر، بدي سواء strings سواء أرقام سواء معادلات بدي يطبعهم حد بعض، بحكي لي بدي هالحالة أحط كما أحط فاصلة. طيب خلينا نشوف شو اللي صار عندي لما أحط له كما، كان نحكي الفاصلة داخل أقواس البرنت تعني فراغ وتستمر الطباعة على نفس السطر. شو يعني بالضبط يا مس هذا الحكي؟ الحكي كالتالي، أنا طلبت منه يطبع لي هاي كسترينج طبعها، كما هون ترك لي فراغ بسبب الكما وبعديها العشرة كرقم طبع لي إياها. طيب برنت 5 انطبعت على سطر لحالها، 3.2 على سطر لحالها، وهكذا. طيب خلينا نجرب تجربة تانية. لو قلنا له x تساوي 9 y تساوي 12 print x فاصلة y، شو رح يصير؟ مفروض على المنطق اللي احنا بنحكيه، أول شغلة بسأل حالي هل عندي variables؟ نعم. مين هن؟ ال x قيمتها 9 وال y قيمتها 12. أوكي اطبع لي X يعني قيمة X اللي هي فعلياً 9 واطبع لي Y يعني قيمة Y اللي هي 12 والفاصلة هاي شو حكينا بتترك لي؟ مفروض فرق. أنها تترك لي فراغ بالضبط. شغلت هاي 9 فراغ وال 12 زي ما أنتوا شايفين، فهي الفراغ هي هون بهذا الشكل. تمام؟ أوكي. طيب. المد محوسب والفاينل محوسب، كله ملتيبل تشويس، ما فيه كتابة كود، أوكي؟ طيب، لو إجينا حكينا له X تساوي go Y تساوي 1.3525 print X بعدين print Y plus 2 بصير مفروض أ. ليش؟ أنا عندي X كفاريابل قيمته go كسترينج، عندي Y كفاريابل هو من نوع float، يعني لو بدي أجي هيك أطلع data types هاي نوع string وهي نوع float، حيفرق معي الأنواع؟ حيفرق معي لقدام، حيفرق معي. فprint x يعني اطبع لي قيمة x اللي هي go، print y plus 2 بقول له y معروفة اللي هي 1.325 plus 2 حتصير 3.325 وبطبع ليها. فحاتي حتى بالprint ممكن إني أنا أحط قيم أو أحط معادلات وأشتغل عليها، بصير ما في مشكلة بالنسبة له عادي. المهم إنه أي variable بدي أتعامل معها لازم يكون له value، لازم يكون في له قيمة. طيب الإيرورز، حكينا إنه البايثون زي هذا الويب سايت اللي هو ريبلت بيشتغل شغل اسمه interpreter. هو interpreter شو يعني interpreter؟
الوظيفة تاعته حكينا عنها المرة اللي فاتت، إنه هو بيمسك الكتابة أو الكود اللي مكتوب بالإنجليش وبروح بحول لي إياه للغة يتعلمها أو يستوعبها الكمبيوتر. الكمبيوتر ما بيستوعب إلا لغة zeros ones بس. فالإنتربريتر بروح بيشوف كود بيحول لي إياه لزيروز وونز طبعاً خلال ستيبس طويلة. وكمان وظيفته الثانية إنه إذا في عندي errors شو بيعمل؟ بحكي لي Python cannot run your code. إذا شاف error زي ما شفنا إحنا قبل شوي ما بقدر إنه يعمل run، ما بقدر يكمل، ما بقدر يعطيني نتائج. ولو أعطاني نتائج بيعطيني على الأشياء البداية صح، بس يشوف الغلط خلص بيسكر مخه ببطل يستوعب اللي بعد هيك. يعني أول ما يشوف سطر غلط خلص غلط. طب إحنا بالامتحان شو نعمل؟ يعني لو كل البرنامج صح والسطر الأخير فيه مشكلة شو نختار بالخيارات بالامتحان؟ نختار error. حتى لو كل شيء تمام، كل شيء perfect، بس آخر شغلة هي عبارة عن خطأ، معناته كل السؤال غلط أو كل الكود بيكون عبارة عن error. فعلشان هيك إحنا شو بنعمل؟ إذا لقينا إنه في error، يعني هلأ مثلاً جيت أنا حكيت شلت هاي العملية وعملت run، هلأ هو فعلياً طبع لي الإكس اللي هي go، بس مجرد ما شاف إنه y plus 2 الواي مالها؟ الواي غير معرفة. مباشرة هاي الجملة شو بيعطيني عليها؟ error. طب لو في بعدها جمل ما بينفذها، مجرد ما شاف error يتوقف عن العمل. وبالامتحان احنا منشان نريح راسنا مندور على الخيار اللي مكتوب عنده error، حتى لو كله صح بس الاخر سطر غلط خلص كل السؤال بنعتبره انه غلط. فإذا سألنا بالامتحان إنه والله الانتربريتر هذا اللي أنتوا شغالين عليه اللي بيحول، لو في إرر بلاين 100 شو بيعمل؟ بحكي له مجرد ما شاف الإرر هو بيعمل زي فريز، بيعمل ستوب، بيطلع لي إنه في إرر وبستنى مني أصححه وأرجع أشغل من جديد. يعني بستنى مني أرجع أصلح زي هيك إنه الواي عرفتها وأعمل ران، ساعتها ما عنده مشكلة، ساعتها أوكي. بس شو الخطوات اللي مشيت فيها؟ أصلح الغلط وبعدين أرجع أعمل run. طيب هلأ الإيرورز اللي موجودة عندنا اللي هي مرة طبعاً هاي يعني مش مهمة كتير بالنسبة لكم، إنه مرات ممكن أعمل save لفايل بسبب مشكلة معينة ما يرضى يعمل run، فبضطر أعمل save as، بغير اسمه وبعمل ريسيفينج له، وبهاي الحالة بعمل run بيرجع يشتغل. طبعا مش شرط ما يكونش فيه errors داخلية. تمام، حكينا انه في عنا اشي اسمه المعادلات اللي هي الاكسبريشنز. انجي بتسأل يعني اي كود قبل الخطأ بعمل print، لما يوصل كود الغلط وقف؟ يس، بس احنا بالامتحان هلا هو فعليا اي اوامر قبل الغلط بيشتغلها، بس يشوف السطر اللي فيه الغلط بيقول لي ايرور وبوقف. اوكي، بس احنا بالامتحان ما بنيجي بنقول لكم انه، او لو شفتوا بالخيارات انه في اشي طلع كنتائج، هذا ما تختاروا الخيار، دائما اختاروا خيار انه في ايرور، لانه مجرد ما لقى غلط مباشره بيوقف. تمام، هلا الاناكوندا من خلالها بنزل السبايدر. اوكي، هي يعني لازم يكون في زي ما تقول انفايرمنت يشتغل عليها السبايدر، فهي الاناكوندا. تمام، بس انا علشان في كتير من الطلاب ما بيقدروا ينزلوا البرنامج، فحكيت لكم في ويب سايتس حطيت اللينكس تاعتهم على الاي ليرنينج، واحد منها اللي هي ريبلت. اوكي، هاي الريبلت إنه ما في داعي أنزل برنامج، بكتب الكود هون وبعمل رن. نفس فكرة البرنامج ما بتختلف، بس إنه الاختلاف للأشخاص اللي ما بيقدروا ينزلوا عندهم البرمجية نفسها بهذا حل. أما اللي حابب ينزل برمجية it's okay، يعني بالعكس أحسن. أوكي، أرجع أعيد آخر سلايدين. طيب
كنتي معانا عند الـ errors محل ما بلشت ولا من قبل قطع عندك؟ أيقين؟ بس احكي لي من هذا السلايد ولا قبل هيك صار عندك مشكلة؟ قبل؟ بالمعنات وبالكود اللي احنا اشتغلنا. اوكي هلا ناسي انا عن شو قلنا. خليني ثواني بس اشوف لك اياها. بعرف راح الشير بس شوي تحملني. اوكي هلا احنا اخر اشي بعرفش اذا انت هذا اللي قصدك عليه. anyway اذا مش هو ارجعي احكي اللي هو حكينا بالبرنت بامكاني استخدم كوما. هلا الكوما اذا استخدمتها مع البرنت فهي شو اللي بتعمل اياه؟ بتطبع لي على نفس السطر بس بتترك فراغ. يعني print x, y بيجي بطبع لي قيمة x اللي هي عبارة مثلا زي هون x قيمتها 9 y قيمتها 12. بنطبع x بيطبع لي 9 وبسبب الكما فإحنا بنترك space. فتركنا space وبعدين كتبنا قيمة y اللي هي عبارة عن 12. فهي الفائدة من الكما. إذا ما في كما يعني إذا زي إحنا كنا نشتغل بالأول بكل print لحالها فكل print تاخد سطر. فإذا لا إذا أنا بدي شغلات أطبعها على نفس السطر بس أترك بينها فراغ one space بحط الكما. فهاي كما 10 بطبع لي كلمة هاي بترك فراغ وبطبع لي 10. هلا ما فيش كومنز ولا أي إشي الخمسة بتنطبع على سطر جديد. 3.2 بتنطبع على سطر جديد. طيب كمان حكينا إنه في عنا الـ errors وهي مهمة كتير خصوصاً خلين مش بس بالمادة هي فعلياً هاي الملاحظة لكل المادة. البرنامج أو البايثون الانتربريتر اللي هو المسؤول عن تشغيل البايثون المسؤول عن إنه يعطيني النتائج بصير كل سطر يتأكد إنه هو مكتوب صح إنه ما فيهوش مشاكل. أي سطر فيه مشكلة يعني مجرد مثلاً عندي السطر الأول تمام السطر الثاني فيه مشكلة مثلاً وباقي الأسطر عادي تمام ما فيها مشكلة بس يوصل على السطر اللي فيه المشكلة بيوقف. وشفنا عليها مثال يعني أنا لو هون مثلاً قلت له print y فيه مشكلة وين موجودة بالسطر 2 وممكن بالامتحان نطلب منكم تحددوا رقم السطر اللي فيه المشكلة. هنا سطر 2 اللي فيه المشكلة. ليش؟ لأنه الواي كفاريابل غير معرف. طب هلا بيجي واحد بيسألني طب ما هو هياته واي 10. حكيت لكم أنا إنه البايثون بيمشي هيك خطوة خطوة 1 2 3 هيك بيمشي سطر سطر ما بيتطلع بالعكس ولا بتطلع نظرة عامة. لا هو ماشي سطر سطر يعني عقله على قده ما بقدر يفكر أكثر من سطر بالمرة الواحدة. فهنا عندي الإكس جو تمام إجا قال لي print الواي الواي مش معرفة وجد إرر ما كمل مع إنه هدول صح بس هدول لم يتم تنفيذهم هدول طنشهم. قال لك خلص ما أنا لقيت إرر. هيك هو بصير يفسر إنه بما إني لقيت في إرر فخلص ما بكمل ما في داعي أستمر. هيك الفكرة تاعيته هيك هو شغال. طيب شو بدي أعمل حتى أخلص من هاي المشكلة؟ بحكي لي أولاً بصلح المشكلة وبرجع بعمل ترن. مجرد ما صلحت المشكلة ورجعت أعمل ترن خلص هو بسامحني بشغل البرنامج وما عنده مشكلة بس ضروري أصحح الغلطة وأكمل إشغال. هلأ ممكن يكون في غلطة بسؤال غير أو بسطر تاني كمان نفس الإشي بدي أصلحه وأرجع أشغل البرنامج من أول وجديد. طيب أوكي خلينا نشوف الإكسبرشنز وللي مثلا المرة اللي فاتت ما حضروا وما سمعوا ملاحظتي
إنه رح تلاحظوا إنه أنا بمشي مرات بالسلايدز مش بترتيب السلايدات. يعني مع احترامي لكل الزملاء أنا بمشي بطريقة أسهل لإلكم حتى أنتوا تستوعبوا علي أكثر. لو بدي أمشي على ترتيب السلايدات رح أصدمكم بمعلومات دسمة وإحنا بعدنا بالبدايات. فعشان هيك لا أنا بحب حبة حبة نبلش بالأشياء الأقرب إلنا كرياضيات كفهم، بعدين نرجع للأشياء اللي هي أعقد نتفة. بس هي مش ما بتصير معقدة، ليه؟ لأنه إحنا ما بنكون فهمنا المبادئ الثانية. طيب نيجي على الإكسبريشنز. شو يعني إكسبريشنز؟ إكسبريشنز نقدر نحكي عمليات، معادلات، حسب أنا شو النوع اللي بتعامل معه. هل أنا بتعامل مع string ولا بتعامل مع أرقام ولا بتعامل مع true or false؟ اعتمد يعني ما بقدر أحدد مسبقا، لازم أشوف مع إيش عم بتعامل. expressions اللي هي العمليات أو المعادلات، إحنا مبدئيا رح نتعامل مع معادلات حسابية. ليش؟ لأنه الأقرب إلنا كالفهم، مش لإشي تاني. أكيد رح نتعامل مع العمليات اللي string، رح نتعامل معها كتير بشابتر خاص زي ما حكيت لكم. طيب وهلأ هون هذا الكود رح أرجع له بعدين، بس شو بحكي لي؟ بحكي لي بالنسبة إلي إذا أنا بدي أتعامل مع المعادلات فلازم أميز العمليات اللي بتعامل معها البايثون. هلأ أنا حكيت لكم بالإنترودكشن تاعت اليوم، قلت لكم لو أطلع على الكالكوليتر، سواء الكالكوليتر اللي على التليفون ولا على الجهاز أو على العمليات الحسابية اللي موجودة عندي، رح أشوف أقول الكالكوليتر هاي زي الرياضيات مش رح تفيدني. أطلع على الكيبورد تاعي أو أطلع على الكالكوليتر تاعت التليفون هي الأقرب، بلاقي إنه العمليات الحسابية زي الضرب والقسمة مش زي اللي بعرفهم. يعني أنا بعرف الضرب بالرياضيات هو هيك هذا الضرب. هلأ الضرب بالبايثون هو هيك ستار. يا لا تخلونا نخدعكم بالامتحان إذا حطينا هاي الإشارة غلط، تمام؟ نفس الإشي لما أجي أطلع على القسمة، القسمة بالرياضيات هيك كإشارة، تمام؟ بينما القسمة بالبايثون في عندي نوعين، مبدئياً رح نحكي عن الأولى اللي هي هيك، تمام؟ معناته حتى شكل العمليات الحسابية يختلف بين الرياضيات اللي بنعرفها وبين البايثون، والعملية حتختلف. حنشوف إنه فيه اختلاف رد لا، بس في أشياء إضافية ما كنا نعرفها بالرياضيات موجودة عندنا بالبايثون. طيب فعشان أعمل expression، عشان أعمل معادلة، أنا بحاجة operators، عمليات أو معاملات، تمام؟ اللي هن الجمع، الطرح، الضرب، وهاي الإشارة معناها القوة، الأس مرفوع مثلا للقوة 5، مرفوع للتربيع تكعيب، هاي اللي هي إشارتين الضرب والقسمة. وفي عندي قسمة صحيحة وفي عندي باقي قسمة. هلأ أنا علشان ما بدي أكمل كل شيء اليوم رح أعطي بس مثال على هدول، الجمع، الطرح، الضرب، والأس، والقسمة، بس رح نحكي عنهم بشكل بسيط، تمام؟ خلينا نشوف بدون variables، خلينا نحطهم هيك عشان بس للتسريع. لو قلت له 1.2 plus 3 بصير؟ نعم بصير، لأنه هذا عدد كسري، حطيت إشارة الجمع وهي الإشارة صح واشتغل. طب لو قلت له 10 ناقص 5 كمان أوكي، استخدمت شكل العمليات الصحيحة، 3 ضرب 6 تمام، 15 تقسيم 4
كتلات المرفوع للقوة 2. هلا اللي موجود عندي هون 1.2 plus 3 حيصير عبارة عن 4.2. فلما أجي أطلب منه إنه يطبع لي إياه رح يجي يطبع لي على الشاشة 4.2. أوكي، 10 ناقص 5 حيطلع لي النتيجة اللي هي 5 ويطبع لي إياها. طيب 3 ضرب 6، هاي الإشارة الستار هي ضرب، بصير 18. أنا بيجي واحد بيسألني الآلة الحاسبة مسموحة؟ لا، الآلة الحاسبة ممنوعة. تمام؟ الآلة الحاسبة ممنوع نستخدمها بالامتحان. طيب الأرقام بتكون صعبة؟ لا، بتكون أرقام سهل علي أحسبها، ما بتكون إشي تعجيزي، يعني إشي بسيط. أوكي، لأنه هاي من أكثر الأسئلة اللي كل فصل الطلاب بيسألوا عنها. هلأ هاي شو الإشارة معناها؟ هاي معناها الثلاث مرفوعة للقوة 2، أو هيك ثلاث قوة 2 اللي هي عبارة عن 9. فبالامتحان إذا حطينا لكم شكل الأس هيك غلط، هو هيك هذا الأس، هاي معناها ثلاث مرفوعة للقوة 2. فهي شكل العمليات الحسابية. يعني لو اجيت قلت لكم بالامتحان بدي اكتب 4 تكعيب، كيف بقول 4 هيك؟ هاي الاشاره معناها الاس، هيك 4 تكعيب، 4 مرفوع للقوه 3، هاي هيك 4 تكعيب بهذا الشكل. تمام، حدا عنده سؤال؟ الأمور واضحة لحد هيك؟ طبعاً الأوبريتورز والعمليات هي كلها رح نشرح عنها بتفصيل ممل، لأنه هي أسئلة المد وخصوصاً أول كويز بيكون على العمليات الحسابية والتركيز عليها كتير عالي. حدا عنده أي سؤال؟ لأنه مش حاعطيكوا أكثر. الباقي مادة جسمة بدي أبلش هيك تكون فريش. الأمور تمام واضح؟ في حد عنده أي استفسار؟ طيب تمام، بما أنه ما حدا عنده سؤال، آخر شيء اللي هي هاي بسام، الله يعافيك يا قيم بسام، هاي العملية اللي بتسأل عنها، بس قل لي آه أو لا. هلأ عندي لما بدي أعمل مثلاً 3 تربيع 4 قوة 6 مثلاً إلى آخره، تمام؟ كيف القيمة ما شرحتيها؟ مش فاهمة. هلا انا هنا عندي ارقام عاديه، تمام؟ هاي الاشارتين الضرب معناهم قوه، معناهم اس. 4 اشارتين او اشارتين الضرب 3، يعني 4 مرفوعه للقوه 3، يعني 4 في 4 في 4، هيك هاي معناها، تمام؟ فلما بدي اجي اطلع النتيجه حيطلع لي اياها 64. 4 في 4 16، و16 في 4 هي عبارة عن 64. هلأ في عنا عمليات تانية لسه ما شرحت عنها، تمام؟ يعني في عندي هون مجموعة من الأوبريتورز رح نحكي عنها، بس مش اليوم، رح نحكي عنها تباعا بعدين. فبس اللي بهمني إنه اليوم تعرفنا على الفاريبل وشفنا الإيرورز وبلشنا بالعمليات الحسابية وحكينا عن أول 5 عمليات. طبعاً أكيد رح نرجع نحكي عنهم كتير، رح نحط أمثلة لسه معقدة، بس هيك بلشت أشرح أشياء بسيطة عشان ندخل بالإشي الكبير المرة الجاية. حدا عنده أي سؤال؟ تمام هيك؟ تمام دكتورة، كل إشي واضح. ممتاز، شكراً كتير.
يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله بشوفكم يوم الأحد على خير. يعطيك العافية. يعافي قلبك. شكراً.